أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، مع موضوع جديد وحلقة جديدة وأخبار جديدة تتواتر في كل العالم. الآن عندنا كارثة في تركيا وموت أكثر من 40 قتيلا أو 40 شخصا حتى الآن. كمان روسيا تحذر من كارثة عالمية قد تنفجر في أي لحظة. كمان الهند تدخل الصراع النووي وتعلن عن قدرتها النووية. والمعلومة الصحية أو المعلومة فقرة المعلومة المفيدة: لا ترمي قشر البيض، فوائد خفية عديدة من قشر البيض. يلا بينا نبدأ نشوف الأخبار بالتفاصيل. بفكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما توقفش الفيديو عندك أرجوك. انشر المعلومة في كل مكان، وياريت تعمل اللايك للفيديو دلوقتي عشان نركز في اللي جاي. وأكون شاكر لحضرتك مقدما. ونقرأ أول خبر معانا. المعلومة الطبية أو المعلومة المفيدة: لا ترمي قشر البيض. ودي يعني لسه دراسة جديدة في 1 سبتمبر 2022 على سكاي نيوز عربية. ونعرف إيه هي فوائد قشر البيض. بيقولوا البيض مفيد للعديد من الوجبات مثل الأومليت والكعك والعجة، وفي معظم الأحيان نكسر البيضة ونستخدم ما بداخلها ونرمي القشر الذي يحمل فوائد غير متوقعة. ووفقا لموقع وكاكوفي، فإن علينا التقرب من قشور البيض وعدم نبذها فلها فوائد كبيرة في الوجبات. وقال الموقع أن مزج البيض، مزج بعض قشور البيض مع القهوة يقلل من المرارة الحادة لها، خاصة إذا تم تحضير القهوة على النار. يعني لو جبت شوية قشر صغير وحطيته مع فنجان القهوة، وبعد كده طبعا وانت بتصبها بتشيل هذا القشر، هتلاقي المرارة الصعبة جدا راحت. بس يا جماعة، أي استخدام لقشور البيض لازم تغسلها كويس أو تغليها. وبعدين في ناس هقولك على طريقة تاني تجفف قشور البيض بعد ما تتأكد انها اتغلت وراحت منها اي بكتيريا، وتطحنها زي البودرة او زي الملح او زي اي توابل. وضع البيض المطحون على اي نوع سلطات واي نوع اكل بيعزز الكالسيوم بطريقة غير عادية في الجسم، وما ملهوش اي اثار جانبية، وكمان بيزود من كثافة العظام. وده اللي هنعرفه برضو. ووفقا للموقع، كان رعاة البقر ده عن موضوع القهوة، ان كان اغلبية الناس زمان بيحطوا جزء من القشر البيض مع القهوة ويشيل القشرة كبيرة. طبعا ما بتحطوش مطحون، ولكن بتحطه هو كبير كده علشان يشيل المرارة، بس بعد ما تتأكد ان انت غسلته او غليته كويس علشان تروح منه اي بكتيريا. وتساعد قشور البيض على اخفاء مرارة القهوة لانها مصنوعة من كربونات الكالسيوم التي تمتص بعض وليس كل الاحماض الموجودة في القهوة. وحتى لو لم تكن من محب القهوة، فإن قشور البيض قد تكون مفيدة عند إضافتها لأي أنواع الطعام، مثل طحنها وتحويلها إلى مسحوق وإضافتها لمشروب بروتين أو مشروب صحي أو لعصائر، فهي تساعد كثيرا في تقوية العظام لامتلاكها نسبة كبيرة جدا من الكالسيوم. والأهم من ذلك كله هو أن عليك غسيل القشور قبل استخدامها، فقد تحمل نوعا من البكتيريا الضارة. علشان لو القشر البيض استنى وتركن، طبعا ممكن يحصل فيه بكتيريا لان مكانه لسه فيه بيض او كده. فالمفروض ان انت تاخد القشر ده وتغليه وتجففه وتطحنه زي المسحوق، وتحطه في برطمان وتقفله كويس، وتحط منه على السلطات، على بعض المشروبات، على بعض العصائر. هتفرق معاك جدا جدا، بالذات لكبار السن اللي بيعانوا من مشاكل في العظام، لان نسبة الكالسيوم عالية جدا وملهوش اي اضرار. ضرره الوحيد لو ما اتغلاش واتغسل كويس فقط. نخش بقى على الموضوع التاني. تركيا حصل فجر اليوم
والعالم كله بيتكلم على هذا انفجار بمنجم فحم يخلف عشرات القتلى، وكانت كارثة إنسانية كبيرة. وأول ما بدأوا قالوا إن مقتل 22 وجرح 28، والعالم كله قاعد يتابع بيطلعوا قد إيه من الأحياء وإزاي، ولكن الحصيلة النهائية، وطبعا يعني الله يكون في عون أهليهم، ونعزي جميع شهداء العالم وجميع قتلى العالم مهما كانوا في هذه الإنسانية. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار بمنجم فحم في تركيا إلى 40، وده الخبر من يوم السبت 15 أكتوبر فوق أهو على اليمين التاريخ، ومن 5 ساعات بالضبط الخبر 12. فأربعين قتيل حتى الآن في الانفجار، وطبعا هنا انفجراف على الانفجار وقع في اقليم كذا وتسبب حتى الآن بمقتل 28، ده الكلام الاولاني. تشير السلطات الى 49 عامل بقوا عالقين داخل المنجم على عمق 300 متر تحت الارض. وزير الداخلية التركية اعلن ان عدد القتلى ارتفع الى 40 قتيلا، وان عدد العالقين بلغ 15 عامل. يعني الناس اللي كانوا في النص اللي عارفين يطلعوا ولا ينزلوا اتوفى منهم زيادة، وبقوا دلوقتي 15 واحد اللي باقيين على قيد الحياة، و40 توفوا، وما نعرفش يعني هيوصل حتى الآن لإيه. الله يكون في عون أهليهم ونعزي كل الأهالي. وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان كذا اليوم السبت عن ارتفاع عدد القتلى في انفجار بمنجم فحم في شمال تركيا إلى 40 قتيل، وجاء ذلك بعد وقت قصير على إعلان الوزير إن في كذا، نفس الكلام بقى اللي قلناه، ولسه محدش يعرف الانفجار ده كان سببه ايه. وكانت تقارير نقلت عن السلطات المحلية تفيد بان 49 هم حتى الان بيتكلموا على الاعداد، ولسه محدش توصل. يشار الى ان الانفجار وقع بينما كان 110 شخصا يعملون في المنجم. وقال وزير الصحة في بيان على تويتر ان 17 اخرين برضو بياخدوا علاج، وان التقارير او الدلائل الاوليه تشير الى ان الانفجار ربما يكون قد نجم عن حدوث اشتعال لغاز الميثان في منجم الفحم. واضاف انها لا توجد حرائق جاريه داخل المنجم، وان التهويه بالداخل تعمل بشكل صحيح، لكنه اشار الى ان هناك انهيارات جزئيه داخل المنجم. وطبعا كارثة إنسانية، وما نعرفش الأعداد، وصور طبعا بشعة لجوه، ولكن لم نعلم حتى الآن العدد النهائي، وهل كل العالقين خرج ولا لا. نعزي نكرر عزائنا لأهالي القتلى والمفقودين والمصابين. هنا بقى روسيا تحذر من كارثة عالمية حال نشر قوات الناتو بأوكرانيا، ده بتاريخ الجمعة 14 أكتوبر. وكان قالوا الناتو بعد الضربات الصاروخية اللي وصلت حتى الآن حوالي 300 صاروخ وزيادة، الضربات الصاروخية لأوكرانيا والانتقام الروسي من أوكرانيا، قالت الناتو انها هتنشر قوتها. وروسيا من ضمن الجنود اللي مسكتهم لقت بعض الجنود الاجانب اللي ما قالتش على 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 جنسياتهم حتى الان، ولكن راح طالع في تحذير يوم الجمعة بالليل ان روسيا تحذر من كارثة عالمية لو قوات الناتو انتشرت في اوكرانيا او دخلت اوكرانيا. وتحذير هذا الرجل دايما يجي يحقق، يعني هو ممكن يبقى صبور ولكن تحذيراته تحقق. واظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرا من تداعيات كارثية لنشر قوات حلف الشمال الاطلسي الناتو في اوكرانيا في مواجهة مباشرة مع الجيش الروسي، قائلا ان مثل هذه الخطوة خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى كارثة عالمية، ومش عايز يقول حرب عالمية ولكن طبعا باينة. وده كان بوتين يمنح أمريكي متهم بالتجسس الجنسية الروسية، دي قصة تانية هنبقى نجيبها. إن بيسكو
امريكا كانت مسك واحد متهم بالتجسس الروسي وهو امريكي، وفي الاخر بعد ما مسكوه عطاله الجنسية الامريكية الجنسية الروسية، وما نعرفش ليه عطاله، هل كان عميل مزدوج ولا ايه، فدي قصة تاني هنجيبها. وبعد كده جاء ذلك في تصريح صحفي في أستانا حسب ما نقلته وكالة انباء تاس الروسية اليوم الجمعة اللي هو يوم 14 اكتوبر. وعند الحديث عن تصريح النيتو الاخير بان هزيمة اوكرانيا تعني هزيمة الحلف، اشار الزعيم الروسي الى ان الامر يتعلق بتصورهم، وهو مسألة تقنية قانونية، ويمكن ان يكون لدى الجميع تصور مختلف. لذلك متسائلا، هل حقيقة انضمام القرم للكيان الروسي عام 14 هزيمة ام ماذا؟ ورد على سؤال عام اذا كان هناك احتمال لارسال قوات الناتو الى اوكرانيا اذا واجهت كييف وضعا صعبا في ساحة المعركة، اضاف بوتين على اي حال فان نشر اي جندي لمواجهة مباشرة مع الجيش الروسي هو خطوة خطيرة للغاية قد تؤدي الى كارثة عالمية. واعرب الرئيس الروسي عن امله ان يكون لدى من يتحدثون عن مثل هذه الخطوات ما يكفي من الحكمة للامتناع عن اتخاذها. وكان الامين العام لحلف الناتو في 11 اكتوبر قال ان انتصار روسيا في الصراع اوكرانيا سيكون هزيمة الناتو، وشدد على اهمية انتصار كييف، مضيفا ان التحالف يجب ان يكون جاهزا لخوض حرب طويلة في اوكرانيا. يعني ان الناتو ممكن هو اللي يحارب وتبقى حرب طويلة. وطبعا ردود على بعض، ولكن تحذير هذا الرجل دايما خدوه في الاعتبار ان ممكن ينفذ وتبقى فعلا كارثة عالمية او حرب عالمية زي ما هو بيشير. الهند بقى لقت ان كوريا الشمالية بتستعرض نفسها في النووي، وروسيا تهدد بالنووي، وامريكا تهدد بالنووي، والصين تهدد بالنووي، فقالت اشمعنى انا؟ فبقت اول ظهور للهند، والهند تعزز قدرة الردع النووي وتختبر صاروخا باليستيا بنجاح، وده يوم السبت 15 اكتوبر من ساعتين فقط. وقالت ايه؟ اعلنت وزارة الدفاع الهندية ان البلاد اختبرت بنجاح يوم الجمعة اللي هو 14 اكتوبر صاروخا باليستيا اطلق من اول غواصة صنعت محليا وتعمل بالطاقة النووية، ودي الغواصة الهندية التي صنعت محليا. ويجعل اختبار قدرة الردع النووي هذا الهند واحدة من 6 دول الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين مزودة بقدرات نووية ضاربة ولشن هجمات مضادة برا وجوا. من جهة اخرى يؤكد اختبار صاروخ باليستي اطلق من غواصة صنعت محليا في الهند على تقدم هذا البلد في طريق انتاج معداته العسكرية الخاصة. والدولة الاسيوية العملاقة واحدة من اكبر الدول المستوردة للاسلحة في العالم، وما زالت تعتمد على شراء المعدات من موسكو، اكبر واقدم مورد عسكري لها منذ عقود. وقالت وزارة الدفاع في بيان ان عملية الاطلاق مهمة لاثبات كفاءة الطاقة والتحقق، وهكذا بقى كلام برضو كتير. ولكن كده كل دولة عندها سلاح نووي بتستعرض نفسها، واعتقد ده ما قبل العاصفة، قبل بقى بداية الحرب العالمية والضرب النووي اعتقد ان هتبدأ كل دولة تستعرض لحين تحدث الخطأ المتوقع والمتنبأ به بحدوث الحرب العالمية الثالثة. وانا بأكد على احساسي وقناعاتي الشخصية بحدوث حرب عالمية ثالثة بعد شهر 2-3-4-10، ولكن هيحدث خطأ يوتر العالم كله، وعرفنا مين الدول اللي عندها نووي وبتستعرض نفسها. ربنا يعفينا ويعفيكم من هذا الكارثة، ودايما نقول الدعاء مع بعض، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين، امين. قولوا معايا هذا الدعاء يا جماعة في كل وقت وكل لحظة علشان صوتنا يصل الى السماء. لم يتبقى لي الا شكر حضراتكم على وقتكم، وبفكركم بعمل اللايك، وبفكركم بالاشتراك في القناة، وبفكركم بنشر الفيديو، ما تقفوش المعلومة عند حضراتكم، انتظروني في فيديوهات مهمة جدا اليوم. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام طبعا ختام.